السلام عليكم خوتي، معكم وليد أو وليدو. إن شاء الله اليوم راح تكون الحلقة السابعة من سلسلة تختيم لعبة جي تي اي سان أندريس. المهم راح ندخل في الدوائر الحمراء، هاي المهمة اسمها درايف باي. أوكي يو مع أصحابنا نركبو، يو حماس، خلينا نركبو. يلا ركبو ركبو صحابي، نايس. يلا نروحو دوكا. طبعا راح نروحو لهذيك للعلامة الصفراء اللي حددوها لنا في الخريطة. يلا خلينا نروحو. يلا سوق مليح يا وليد. اوكي يلا قربنا نوصلوها، هي العلامة الحمراء، الدوائر الحمراء. دوك ندخلو فيها هكا، نايس. رانا نجهزو في انفسنا باش للقتال ضد البالاس. اروحو يا البالاس، اروح اروح. طبعا تشوفون الفوق هذاك الدم، تشوفون يا خوتي هذاك الدم اللي الفوق الابيض، هذاك الدم هذاك يعني الهيلث تاع السياره، كي ينقص معناها راح تنفجر، راح تطرطق. سما لازم نحافظوا عليه، لازم ما نخلوهش ينقص بزاف. المهم خلينا نقضيو على هذو البالاس. يلا ندورو منهم، كاينين هنا البالاس. ها ما تيري 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 سويت تيري بيج سموك تاني تيري، وين راه رايدر او تيري تاني. نايس، خسارة انا ما نقدرش نتيري. يلا ادهس، نايس، دحست بالطونوبيل. المهم كاينين هنا تاني، يلا تيريو عليهم، تيريو تيريو تيريو، قضيو عليهم هذو البالاس. المهم خلينا نكملو. يلا دور منا روح. ايوه عندي زوج نجمات الشرطة، قال لنا لازم نروحو لهذاك الكراج اللي يغير الالوان للطوموبيل باش ما يعرفوناش لابوليس، لازم نروحو لهذاك الكراج. المهم يلا دور منا. اوكي يلا روح روح روح، الشرطة هم يجرون مورايا، لازم نروح بسرعة. يلا دور منا. اوكي يلا راح ندخل لهذاك الكراج. يلا ادخل ادخل، اغلق دوك، يغير لنا لون تاع الطوموبيل. ها هو غير اللون، خلاها لون ابيض. ودوك سيارة الشرطة ما يعرفوناش خاطرش بدلنا اللون تاع الطوموبيل. المهم يلا نايس، دور منا نايس. اتوقع كملنا المهمة، هذه هي المهمة، نروح نقضيو على البالاس، وهذه هي المهمة. الصراحة مهمة رهيبة، عجبتني. المهم يلا نروحو، دور منا دور، نايس دوران. المهم يلا دوكا وشنو. اوكي ويهضر معاهم سي جي. يلا هبطنا من الطوموبيل دوكا. اوكي نايس، ربحت، اعطاني 500 دولار وزاد لي في الريسبكت في الاحترام. المهم يلا دوكا ندخلو للدار، نديرو سيف هكا، دير سيف يا سي جي هكا، نايس انا درنا سيف. المهم خوتي وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ان شاء الله في الفيديوهات الجايين راح نكملو في التختيم. المهم لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، واهم شيء اشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين. المهم خوتي يلا نشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، ومع السلامة. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust.